مشي الدروب وما ظن تعرفوني، جيت اعتب واشتكي هل بتسمعوني؟ تعبني مشي الدروب وما ظن تعرفوني، المن اشكي حالتي يا شمعة عيوني، المن اشكي حالتي يا شمعة عيوني، تعبني مشي الدروب وما ظن تعرفوني. وكلنا تابع أحداث المسلسل العراقي الهاجز الذي أدى فيه كريم اللامي مقطعا غنائيا. يتوقف كريم اللامي عند حدود الأغاني تأليفا وتلحينا أو أداء وإخراجا، بل انطلق إلى عالم التمثيل بحثا عن مكانة يحلم بها منذ زمن بعيد. أخيك راشد خلق القطع قلبي لا تحكي خذ رجلي اسكت شيل العطلق على العطلق على الشيلة بتبطلق شوية حلقينا شيلها ولا تعجب. أين أنت بين هذه الصنايع؟ هذا ما نود أن نسأله للفنان كريم اللامي. هي كل المجالات هي من اختصاصي، إذا كتبت وإذا أخرجت وإذا مثلت، وهذا كثير من الفنانين العرب والأجانب والعراقيين يؤلف ويخرج ويكتب، فما أرد أجيب أمثلة حتى لا يعني الآخرين يقولون أنت جبت اسمنا ما جبت اسم فلان. فأنا اللي أقوله أنا دا أشتغل ضمن الاختصاص، أنا خريج أكاديمية فنون جميلة، وكان بالأكاديمية أيضا ماكو اختصاصات، حاليا أكو اختصاصات، فدرست التمثيل والإخراج، فهذا من اختصاصي. أما كتابة الكلمات أو الشعر فهذا أيضا إلهام، ومو كل واحد يجي يكتب الشعر، فما أدري أنا ليش يعني محسود على شغلة أو ما أدري يقولون سبع صنايع والبخض ضايع، ولا ما يعني أنا واجد نفسي مو ما واجدها. حتى في التمثيل مثلت انطوني فرصة واحدة في مسرحية الناس أجناس، والحمد لله يعني كان إلي إلها صدى وإلي أيضا كانت مكانة ودور في هذه المسرحية. فأني ما يعني ليس عجبة أن إنسان أو فنان أن يمتهن عدة مجالات في اختصاصه، يعني أنا ما رايح صاير رايح حداد أو صاير محامي أو صاير يعني أكتب وأخرج وألحن وأمثل في اختصاصي. وتبقى مسألة في غاية الأهمية، هي أن المهم في الفن هو الإبداع، وهو الإسهام الجاد في تعزيز مكانة الفن بكل أنواعه في خدمة المجتمع والحياة. أما ما عدا ذلك فلا يمكث في الأرض، هذا ما نعتقده مع محبتنا لكل جهد مخلص ومثابر.